ليا وليك فيرين لاباس عليكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. في احسن الاحوال بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف للدعم ديالكم ليا. ما تنساوش ما يطلع لكم الفيديو ديالي تخليوا ليا بزاف ديال اللايكات، وما تنساوش انا كنموت شكرا بزاف للتعليق اللي خليتوا ليا في الفيديو السابق. كلكم قلتوا ليا مبروك مبروك مبروك، وانا ديما غنبقى عند حسن الظن ديالكم وديما غادي نبقى نشكركم بالمسابقات. ما تنساوش كبيدات الناس اللي مازال ما شاركوش في المسابقه، 5000 درهم كبيدات هذا الرزق ديالكم نتوما. 5000 درهم يعني غادي يربحوها 5 ديال البنات، كل واحده فيكم غادي تربح 1000 درهم، وغادي تربح والديها، وغادي تفرح راسها، تربح الميمه ديالها، تخلص بها الكرا اي حاجه. والشروط جد 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 سهله، راه كيما قلت لكم كبيدات في الفيديو السابق اللي ما شاركتش غنخرج لها من التليفون القجه. شاركوا راني بغيتكم تربحوا، والو ما غديري والو، جالسه مع راسك متكيه وجالسه كديري ابوني غير بالصبيه ديالك، ما غتشقي عليها، ما غادي ديري لها حتى شي حاجه. والكسيوه عاوتاني كبيدات ها هي، عرفتوا البنات لو كان تعرفوا هاد الكسيوه شحال كيحمق، شوفوا البنات شوفوا، راه مباشره راه ما يمكنش، راه كتحمق، راه ما يمكنش، راه مباشره، راه تتبري تتبري، واه احسن من الكاميرا. هذيك كبيدات حتى هي غادي تربحها متتبعه ليا منكم، غير شاركوا كبيدات وما تعبدوش، ما تقوليش انا ما غاديش نربح، غادي تربحي معايا، شوفي غادي تربحي، غادي نربحكم كاملين. كنفرح بزاف وفرحانه بزاف بهذه المسابقه لان فيها هدايا واعره، خصوصا ان العيد جاي، كاينه مسكينه اللي ما عندهاش باش تشري امها الحوليه اولا الاب ديالها، 1000 درهم راه تزيدي عليها وتشري حولي ب 1500 درهم وتبرعي، وتبرعي ليا والديك. هانتوما كبيدات، وهاد الكسيوه هذه المذهبه حتى هي كتحمق، كلشي كبيدات بالبلايك ديالو، كلشي جديد اختاريته لكم بالذوق ديالي. كتجي طويله 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 ديال الحضور ديال اي حاجه، والحاجه الواعره اللي ما عمرني ما درتها في القناه ديالي وغادي نبقى ديما نديرها، حيت الفلوس كتمشي، فمن الاحسن انني نربح واحد القدر من المال والاخرين يكونوا كادوات شي حاجه ديال الذهب. هانتوما كبيدات البنات اللي مازال ما شافوش السنيسله بلاتي نقادها، هانتوما شوفوا كبيدات السنيسله ديال الذهب شحال كتحمق، فريمون فنه 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 فنه. وتقولي لي انا جالسه وما تشاركيش، اختي غادي تمشي وغادي تشاركي، غادي تمشي لصندوق الوصف والاول تعليق غادي تلقاو رابط قناتي الثانيه، غتضغطي عليها غادي ديري ابوني، وغادي تمشي للقناه، غادي تمشي للقنوات اللي انا مشاركه فيهم، غتمشي لقناتي الثانيه كبيدات، ماشي القناه ديالي هذه اللي كنحط فيها الفيديو، القناه ديالي الثانيه غنكتبها لكم، غتمشيو للقنوات اللي انا دايره لهم ابوني، وما تخليو ليا حتى شي وحده، كلهم كبيدات قنوات غزالين وفنين وظريفين كاملين، وهذا الرزق كبيدات راه ديالهم، هما عاطينكم هاد الفلوس وهما عاطينكم هاد الكادو ديال الذهب هذا، يستاهلوا كاملين، ما تخليو حتى واحد. وضروري كبيدات ما تفعلوا الجرس، ديروا ابوني وتبركوا على الجرس حتى يولي عنده دينات، ومن موراها تمشيو عندهم وتخليو لهم تعليق تشجعوهم، تفرجوا في الفيديوهات ديالهم، تعطيوهم فرصه تعرفوا عليهم، علاش لا، والله يسهل على كل واحد. كما قلت لكم كبيدات الشروط سهله، كما قلت لكم كبيدات الشروط جد 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 سهله، فسيري شاركي، ضغطي على قناتي، ديري لها ابوني، وسيري القنوات اللي انا دير لهم ابوني، سيري تكي عليهم كاملين، ساهل ما ضغطي ما ان ما غادي تسربي في سميتو، باغا تخدمي في كابلاج، حتى حاجه، غتربحي في ليسات، ولا تربحي سلسله ديال الذهب، ولا تربحي كسيوات. كنموت عليكم، ونخليكم عاوتاني مع الهدايا، ونرجع لكم باش نوريكم داكشي اللي عندي واعر. اختاريت لكم كسيوات اللي غزالين بزاف بزاف بزاف، ما بغيتش يكون عندكم داك النقص، تبقاو تقولوا شو هي سيوصلها، اولا شو فلانه كتوصلها وانا ما عنديش، حققت لكم الحلم ديالكم، اختاريت لكم دو غوب اللي فنيين تلبسوهم في العراسات، كلشي بقى يشوف فيكم وكلشي يسولكم منين. وبيان سور كبيدات كاينه 5000 درهم، والله العظيم البنات كنحرص على انني نربحكم انتم اكثر، وتكونوا فرحانين انتم اكثر، وفرحانه بزاف حيت مهلية فيكم، وحيتاش تهليت فيكم بهذا الجيفواي الرائع كبيدات. 5000 درهم كل وحده فيكم، 1000 درهم الوحيده غادي توصلها حتى للدار، وتفرح ميمتها وتفرح والديها في هذا العيد. وكسيوه كبيدات اللي غزاله فنه فنه، تلبسيها تباني بحال شي اميره، وماشي كسيوه سوا واقيه ولا رخيصه، دايرين الثمن يعني ب 600 درهم. وهاد الكسيوه ديجا شفتوها اللي كتبين لا فورم غزاله، وحتى هي تلبسيها في العريس، ولا تلبسيها في شي حفله، ولا في لانيفيرسير ديالك،
والمفاجاه الكبرى اللي عمرني ما درتها فكرت فيها وقلت نشري الكبيدات ديالي شي سنيس لها كايه ديال الذهب تبقى عندهم يحتفظوا بها يقولوا هذه راه ربحناها من عند رجوه. اختاريتها يعني بالعشق ديالي شي حاجه اللي سامبل وكيوت وكتلبس مع كل شيء. كاينه كبيدات الثمانيات ديال الرابحات اليوم كبيدات فقت على واحد الكريطين يا لالو يا سيدي جابها لي الليفرير ديال دي اش ال اللي توصلت بها بواحد لي زارتيكل من هذا السيت هذا لي ايفر بريسي اللي كنحماق عليه وكنموت عليه حيت فريمون الكاليتي توب ما تقولش نهائيا راه سيت شينوا. واول حاجه كبيدات توصلت بها ولكن قبل عندي لكم كود برومو غادي نخلي لكم شي بلاصه هنايا راه فريمون عندهم لا ليفغيزون غزاله ومعامله فنه ونيشان عندهم ما كاينش داك الترافيك عندهم نيشان من 500 درهم لا ليفغيزون غاتي بحال دابا تفرضي انت وصحاباتك ولا شي حاجه وغعاد تزيدي لها كود برومو ديالي غادي تبرعي ليا يا لالا. اول حاجه كبيدات هي المهم اي ارتيكل اي معلومه غنخليها لكم في صندوق الوصف كبيدات. اول بيجامه هي هذه انا غادي نهبط باش نوريها لكم هذه هي اللي غادي نلبس والشي الاخر غادي نديرو لكم لوك بوك هانتوما كبيدات ديجا كنت خديت الخسيسيه في حالها ما هذه نصكم هانتوما صافي ناقصني غير الراجل هنايا كتجي غزاله وشوفوا لي التوب المهم راه هي كتهضر على راسها كيقول لي كتشكري الحاجه ولكن راه فريمون هي كتهضر على راسها حيت فريمون كتحمق. شوفوا هي هذيك انا خديتها شويه كبيره حيت البيجامات كيجيو كبار حسن ديجا خديت عندهم الصغار ما كيجيوش زوينين صراحه. ومن التحت كبيدات راها شورت المهم راها شورت كبيدات بلا ما نوريكم سميتو المهم راها شورت ما ديوش على هادشي حيت غادي نوريه ليكم. هذه كبيدات كتجي شورت كتجي صراحه شورت طويل ماشي قصير انا نوريكم حداش كيجي فهمتوا صافي وكتجي غزاله وبامكانك كتشديها وتربطيها فريمون كتجي فنه وخفيفه. ابلا وغادي ندوز لكبيدات لارتيكل الثاني سمحلي على تخرجيش قبل ما نحلها الكسيوه غادي نخليها لكم هنايا في شي صوره وغادي نفتحها ويسمحوا لي على خروج الشاشات. هاد الكسوه خديتها لخواتاتي يعني لبسوهم جوج حيت عندي جوج خواتاتي دايرنتهم الفولار يعني يلبسوهم جوج كيلبسو مع بعضياتهم خديتهم ليهم بجوج يلبسوهم حيت ما يمكنش ناخذ نفس لارتيكل ناخذ منه زوج ما غاديش يبغيو ما فيهم حتى شي ريحه صراحه. ها هي كبيدات الكسيوه هادي راه فريمون راه وخنق نهضر حتى الصباح حمقاتني. شوفوا 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 كتجي طويله تلبسها وحده لابسه ما كديرش الفولار ويلبسوها حتى البنوتات اللي كيديروا الفولار. واختي بانت ليا دبرت ليها على واحد الشال حيت ما عطيتها لها قبيله ورجعت لقيتها حاطه حداها واحد الشال هي ما كايناش الشال في هذا اللوين هذا في هذا الزريرق هذا بارد عليه شويه تخيلتها غتجي كتحمق حيت ديما الحاجه اللي كتكون فيها الموتيف ضروري نديرو مع الحاجه سامبل. شوفوا الجديدات ديالها عرفتي هاد الكسوه غادي ناخذها انايا. هادو كبيدات كيجيو هكا ملي كيكون الربيع بالحق ما كيكونوش كولفي كتكون دايره بحال هكا كتلبسيها مع كويره ومع بروت كان حتى هو في الكحل ناريه البنات وشي صبيك وشي شابو كتجي فريمون غزاله بزاف. خصك هي تعرفي هاد الكسيوات خارجين صراحه لا مود. شوفوا البنات هاد البريو اللي هنا سطاني سطاني هاد البريو والثوب البنات بارد 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 ديال الحرير كيجي جلال بواعر هاد الثوب وهابطه كما قلت لكم وكتجي من التحت بحال هكايا راه فريمون كتحمق. ان شاء الله غندير لكم لوك بوك ما غاديش نقيس لكم وغندوز كبيدات. دابا لارتيكل الثاني اللي حتى هو خديته للاخت ديالي دايره الفولار كتحمق هاد الكسيوه فنا غادي نخليكم لافوطو ديالها هنايا ماشي نعقدها باش تشوفوها كيفاش كتجي من القدام. عرفتي اختي مشات نيشان اختي ماشي من العاكسين واحد اختي تتقيس الدنيا هاني عندها انا هي كنعكس في التقياس انا صافي تيوصلوا الحوايج والله ما كنقيسهم ولا مشيت نشري ما كنقيسش حتى واحد النهار تقول بالسروال مشيت جوج مرات ما قيستوش ورجعت ثالث مره قلت له صافي راه ديال ربعي راه تجي قدي. انتما كبيدات ها هي الكسيوه شوفوا شحال فنه وحتى هذه غادي ناخذ منها حيت هاد الكسيوات اللي كيكونوا هكا مستورين وبالكميمات راه كيجيو شيك حسن ما تلبسي العره فريمون. انا واخا كنلبس العره ولكن هاد الكسيوات الله يديني والله يدي جميع المسلمين هاد الكسيوات كبيدات كيجيو غزالين هكا مع صنيديله مع شي صبيبات مع كيجيو كيوت وكتبان لك ديك المكسيكيات اللي كيلبسوا سامبل ولا الفرنسيات. المهم كبيدات ها نتوما عندها هاد النفيخات هادو في في سميتو في الكسيفه ديالها المهم حتى تلبس عاد غادي تبان. وها هي الكميمات ديالها غادي نوريكم عاد نوريها لكم كامله. شوفوا الويستيك وحتى الثوب ديالها كيحمق بارد بارد بارد. هذه غادي تجي مع شي سميطه هكا في الكحل بلاصه هاد اللاستيك ديري لها سميطه وتا هي طويله
ولكن هذه انسانه اللي طويله بزاف غادي تجيها شويه قصيره. اختي جات هي هذه كلاسيكه فريمون غزاله كبيده. تقولوا لي ان الارتيكل اللي عجبكم بزاف انتوما غزاله، وراه هذيك الكسوه اللي درت لكم في المسابقه راه حتى هي كانت يعني من هاد لي زارتيكل هادو، حتى هي غادي نخلي لكم صندوق الوصف فدرتها لكم بلا ما وريتها لكم اصلا في الاول، حتى هي راه هي اللي اختارت لكم كبيدات مع هاد لا كوموند. انتوما شتا انسيها اختي وعجباتني وعاود كومونديتها حتى انا فنا فريمون غزاله هاد الكسوه. حتى غيتلبس هادشي غعاد غادي يبان، وغادي نوريكم هاد الكومبينيزون هذا اولا جامب سوت واقيلا باللونجلي. غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا، هذا ان شاء الله تشهيتو مع شي سبرديله بيضاء وشي سويك اولا مع شي ساك في الكحال وسبرديله في الكحال اولا صنيديله خفيف. هذا خصو يتحدد باش يبان. انتما البنات هاد لا كومبين صراحه غزالين ديال الصيف، خديت فهاد لا كوموند جوج. انتما التوب ديالو لولا فريمون كيحمق عندو هاد الطريطيقه، هادي ماشي طريطيقه مسدوده، هادو اللي كيكونوا عندهم هاد اللعيبات كيجيو شيك بحال ديال لاغنيو داكشي. وهانتوما ناتي نقاد لكم الكول باش تشوفوه. هانتوما كبيدات واللاستيك ديالو كيتحزم، اللون كيحمق كيما في لا فوتو كيما كيوصلك، وطويل. وانايا مع قصيره ماشي قصيره، المهم انا ما قصيره ما طويله، جاني طويل. غادي نصبنو وعاد نقصو حيت لولان كيشرب، ومن التحت ديالو هكايا. هذا غيجي شويه قصير يجي شويه قصير مع سبرديله باش يجي زوين، اما الا جا طويل ما يجيش زوين. نقصرو يعني يفوت سميتو هذاك العظيم غير شويه، وتلبس مع سبرديله بيضاء وشي سوياك اولا مع سبرديله كحله يجي غزال مع صنيديله خفيفين. هادو الصيف كيجيو غزالين وكتهنى، حيت انا تجي في الصيف صراحه راه تتبقي تتلصقي كلك. وخديت السهام خفيف هاد البيجامه، هادي هي مسكينه عندها بيجامات واعرين ولكن ديال العره ما كتقدرش تصور بهم، عندها بيجامات كيحمقوا حيت كاينين شي بنات تيبقاو يقولوا لها. المهم قناه السهام اختي راه ديما كنخليها لكم، تيبقاو يقولوا لها واش انتي ما عندكش الحوايج، هي راه ما عندهاش، هي كتشري غير بيجامات الفريع. ان شاء الله دابا ندير لكم شي فيديو حتى هي سهام منصور فاميلي، عندها غير بيجامات ديال الفريع ولكن ديال العره يعني نسكم اولا مقزبين. فانا فاجاتها بهذه البيجامه هذه ديال 3 بياس، غادي نخليها لكم في لافوتو هنا. هانتوما كبيدات توب، راه شوفوا حيت كيقولوا لي واه كتشكري الحاجه بزاف، راه كو كانت الحاجه خايبه ملي غنشكرها تقول لي رجوع واش كضحكي علينا، شوفي الحاجه كيفاش دايره ونشوفوا عجباني زعما وليت ندير لهم ديك لافورم طبيعي اصلا. المهم خربقتهم. هانتوما كبيدات شوفوا التوب غيهضر لكم، هانتوما شوفوا التوب، شتو التوب بارد بارد بارد، داك القطن الغزال شوف كيحمقوا فريمون غزالين في بيجاماتهم، داكشي عندهم يعني شائن. وهاد اذر بريتي كيبقاو توب توب، تا يون زوين ولكن لا واخا هكاك هادو تا يون داكشي اللي وصلني زوين، ولكن تنقول لكم شائن واذر بريتي شي حاجه اللي كتحسي بها بحال زهرة، بحال زهرة نيشان بيرشكا يعني الماركات الواعرين. ها السريويل ديالها اللي كتحمقني بيجامه فيها الجياب، ها السريويل ديالها شوفوا التوب بارد بارد بارد. ديجا خديت لختي وحده في الكاش شريتها هي كتحمق، سيان بغيت ناخذ ليها الكري حيت الكري كيكون التوب ديالو رائع اكثر، ولا تلاحظوها كبيدات الكري في الكيت مات، اللون الكري في الكيت مات اولا في البوديات كيكون غزال التوب، ما عرفتش علاش عافاكم الا كنتو نتوما ملاحظين هذه القضيه قولوها لي في الكومنتار. هانتوما كبيدات السريويل كيجي حدق الدو لاصق، وكتعقد هادي من سميتو والجويبات. هانتوما تحمقني بيجامه فيها الجيب، وعند عندها الفوقانيه ربي تجي دابا باش نعطيها ليها ندخل بها على دارها الجديده ان شاء الله. وعندها الفوقاني ديالها يعني هادي هادي انا ما اعتبرتهاش بيجامه، هادي انا ان شاء الله دابا ناخذ هكا شي وحيده هكا مع شي صنيديله هكا خفيفه وصويق، وتمشي بحال هكا تسخري الخبازه بحال دابا حنا الخبازه ما كنبغيش نمشي لها بالعصري صراحه قليله كنت غادي نصور، كنمشي لها بجلابه اولا بحال هاد الكويتما، هادي كتسمى بحال كويتما ما كتبانش نهائيا سميتو، تلبسها مع صنيديله اولا غدا الغابه غدا مسخره غير اسواق السلام، غدا غير البيم، غدا تقضي غير شي غارض في البنكه، يعني تلبسها مبيرده وخفيفه. وشنو او تاني بلاتي نشوف شحال من بياسه حيت صيفطوا لي سبعه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه الحمر غادي نديرهم الحمر اهو سته سبعه صافي. وغادي نوريكم الكبيدات هذه الكومبين، حتى هو كومبينيزون كيحمق هذا غزال
صراحه ندمت ما خديتوش في المطارد، حيتاش عندي كسوه في المطارد داك اللي كنت خرجت بها داك النهار. الثوب ديالو راه غزال بزاف. راه شغن نقول لكم اكبيدات، راه انا قهروني هاد صراحه هاد السيت ديال ايفر بريتي، والله العظيم تنقول زعما مصاب شي حاجه خايبه باش ما يبقاش هي بنات ولا انت تشكرها ما خلص لي والو، كيصيفطوا لي الحويجات ما كيقولوا لي قولي رايك الصريح. شوفوا اكبيدات غادي نخلي لكم هاد لا كومبين لا فوتو ديالو، وفيه اللوينات وقيلا فيه الموطارد والبلو مارين وقيلا ما عقلتش. المهم اكبيدات ها نتوما شوفوا شوفوا شحال غزال، و كيجي قصور شويه عرفتوا داك واسع ها نتوما شوفوا ما عرفتش واش تيبان لكم، كيجي داك السيل واسع اللي ولا دابا، وعندو الحزيم ديالو. وانا فكرت انني نلبسو مع السبرديله كحله، ياكو نلبسو مع السبرديله كحله وندير معاه واحد السبيطه واعره غتجي معاه غزاله، وصويي كحل غيجي فن. هو راه ماشي دي باردور يعني راه ما تيجيش داك مع الري ها نتوما طالع حتى الفوق عادي كيجي هاد هنايا. ومن اللور عند السنيسله ديالو فريمون بنات عندي لكم شي لوك بوك ان شاء الله برا خطير بزاف بزاف، حتى بابا كيكون برا ما كنلقاش كيفاش مع بابا عزيز عليه تقبش هنا ولي ولي، حتى ان شاء الله يبقى يكون خدام ونبقى نصور في خواطري. هانتوما كبيدات شفتو شحال فن والجياب، يا كبيدات الجياب هذا تخيلتو هكايا، وندير معاه شي مكياج خفيف وصويي كحل سبرديله كحله يجي غزال، ويتلبس مع صنيديله تمشي به للبحر داكشي خشي وزيد خفيف وكتزيدي لان تجي راه تيقتر بالصهد. غنوريكم اكبيدات هادي في لافوتو كيفاش كتجي شنو نقول لكم واعره بزاف 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 بزاف. هادي ان شاء الله كاينه نديرها لواحد المناسبه ان شاء الله اللي غادي نصورها لكم فيديو عليها. خديت هذا اللوين هذا ها نتوما خواتاتي شوفوا لي شحال كتحمق، والى عجبتكم هذه الكسيوه هذه حيت فريمون راه غزاله ناخذها لكم ونديرها لكم في الجيف واي الجاي. عرفتوا يا البنات هذه تلبسيها في شي عرس وتقدري تزيدي عليها مجدول في الدوغي وترجعيها هوب قفطان فهمتوا. وانا ان شاء الله ملي غنبغي نلبسها في العراسات غندير ليها المجدول هنايا ونشوفوا كيفاش غادي يجي. انا تخيلتها هكا شوفوا البنات شوفوا 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 راه ما يمكنش راه ما يمكنش شوفوا لا بريونس. ودابا المشكله كتفقصني الكاميرا ما عمرها ما كتبين الحقيقه واخا يكون عندك ايفون برو 11 برو. شوفوا كبيدات شحال كتحمق، ومن اللور ديالها فيها السنيسله وكيجي داك الظهير هكا كديك الشبيكه، والشبكه ديما كبيدات اللي كتكون الدونتيل هذا ولا شبكه الشبيكه ديما اللي كتكون في الباج راه فريمون كتبين اللحم كيحمق. وانا غادي نتحز باش غادي نوريها لكم باش غادي تشوفوها اكثر. المهم نقرب لكم هنا هانتوما خواتاتي وشوفوا شوفوا 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 الشبكه الاولى ها الشبكه الاولى ها الشبكه الثانيه، يعني الا مشات طرات لهادي شي حاجه تقطعات ولا اي حاجه تقدري تحيديها، يعني الا ما نفعش تقبش دروك منها شي واحد تقدري تحيديها ودير هاد الشبكه الثانيه. وها انتيا مهنيه وشوفوا لي الدوبلور شوفوا الدوبلور شحال غليظ وما كيبينش نهائيا. لبسيها لبسي معها غير شي سميتو ما غاديش تبان عرفتي البنات شوفوا 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 عرفتي ما غتلبس غتجي غزاله حمقاتني بزاف بزاف. كاميرا كبيدات هادو هما لي زارتيكل جبوني بزاف وحماقيت عليهم، غادي نخليكم في صندوق الوصف الرساله ديالي رجعت باش نقول لكم سالينا الفيديو. شكرا بزاف لكم حيتاش كتفرجوا فيا، وغنعاود لكم نعاود نقول لكم اكبيدات شجعوا اختكم راكم عارفين شجعوني راه بيكم انا طالعه وبالمجهودات ديالي وبفضل ديال الله وبرضات الوالده. وكيف ديما كبيدات غادي نبقى نجازيكم وغادي نفكركم في المسابقه الغزاله مسابقه الاحلام. تخيلي معايا دايره سنيسله ديال الذهب ربحات على الكرجوه، اولا تخيلي معايا غدا شي ريس ولابسه الكسيوه ديالي وكلشي كيسولك ربحات على الكرجوه اولا الفلوس 1000 درهم تشديها وتعطيها لماماك واو على احساس، اولا تمشي تكسي بها شي لباج اللابه وصنيديله وكنيدله وتهلاي في راسك. فكبيدات كاين 5000 درهم ديال الربح لكل وحده فيكم 1000 درهم الوحده او اشنو وكاين الكسيوات. انا غنبقى علاش تندير علاش كنبين لكم الكساوي وكنعاود باش ما تاكزوش وتشاركوا ليا. شوفوا اكبيدات ها نتوما شوفوا 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 راه تنختار لكم داكشي فحال اللي غادي نختاره لراسي. هاد الكسيوه هادي وكاينه كبيدات هاد الكسيوه هادي كل خداده كيفاش عرفتوا هادي البنات راه عندي فحالها في النوار. شوفوا هادي هادشي كله ديالكم وهذا الرزق كامل ديالكم وعاد السنيسله ديال الذهب
وبالروسي ديالها بيان سور. ها هو الروسي ديالها باش ما يطيحش نشدو بالروسي ديالها. زعما لا تقول لي شي وحده اختي واش عندك الروسي بالروسي كبيدات ديال الذهب وحتى هي بالثمن ديالها زعما اللي معقول لي زعما ماشي رخيصه خسرتكم شي حاجه لي شيك وزوينه ولا بواط وكلشي. هادشي كامل كبيدات فقط 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 انكم غادي تمشيو لصندوق الوصف غتلقاو قناتي الثانيه غادي تضغطوا عليها ديروا ليها ابوني وتمشيو للقنوات اللي انا دايره لهم ابوني كاملين هبطوا ليا عليهم كاملين ابوني ابوني جرس ابوني جرس ابوني جرس خصوصلك النوتيفيكاسيون. الو اختي معايا فينا راكي ربحتي معايا 1000 درهم اولا كيربحتي معايا كسيوا اولا كيربحتي معايا زنسله ديال الذهب وتقولي لي يا اختي ما نشارك غتكوني مصحيه وعمقه. دابا كتفرجي فيا غتسالي الفيديو ديالي وغتمشي وغتشاركي وغتربحي وغنربحكم كاملين ورجوا معاكم حتى الموت كحماق عليكم خليو ليا بزاف ديال لي لايك.